بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. احييكم من هذا الموقع، من هذا الميدان، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نتواصل في انطلاقة المساء والأشواط المخصصة لأصحاب السمو الشيوخ، ودائما انطلاقاتنا تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام مولاي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي، والمتابعة الكريمة من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على بركة الله مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، تعلن أول انطلاقات هذا المساء والشوط الأول الخاص بالثنايا الإبكار المحليات الأصايل. مسافتنا هي 8 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط ومباشرة مع منصورة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. يتواجد أيضا هناك بل في الصدارة سلهودة من هجن الرياسة، ينطلق مع أيضا منصورة في المركز الثاني، المركز الثالث هناك سلهودة من هجن الرياسة أيضا، علي بن يمي اللهيبي ينطلق مع هذا الاسم، ولكن ال 500 متر الأخيرة والنهاية أسطورة على الصدارة، أسطورة على المركز الأول، الانطلاق الأول، المستحيل المستحيل، يعلن انطلاقة أسطورة من هجن الرياسة، تتواصل بهذا الانطلاق، تندفع في هذا الشوط، ال 400 متر الأخيرة تأتي اسطوره من هجن الرياسه، وتنطلق منصوره ايضا من هجن الرياسه، لتحافظان على المركزين الاول والثاني في هذا الانطلاق الرائع. ما شاء الله تبارك الله، المستحيل المستحيل، وصل الظافر، وصل الظافر هنا في هذه اللحظات. اذا هناك ايضا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اسطوره ومنصوره، منصوره واسطوره، منطقه تثيل، وصلنا المنصه، الله 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 الله، منصوره اسطوره، اسطوره على الصداره، اسطوره على المركز الاول، هناك المستحيل وهنا الظافر، خط النهاية، خط النهاية لتتجاوز منصورة في هذه اللحظات وتعلن هذا الانطلاق، الله الله الله، منصورة عادت اسطورة، اسطورة ومنصورة، منصورة في المركز الأول، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنئة أيضا لعلي بن يميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار، اسطورة في ثاني المراكز من هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد السم المنصوري، سلهودة أو الهايدة في المركز الثالث من هجن الرياسة، رابعا هناك سلهودة من هجن الرياسة، والمركز الخامس وصلت هناك الشاهينية هي سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن بالقوبع. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لنا العودة بالتوقيت الزمني كما شاهدنا شعار هجن الرياسة يسيطر على الأربعة المراكز الأولى المتقدمة، لتعلن منصورة بأنها بطلة هذا الشوط بقيادة المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار. لنا العودة أيضا هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات الوصول، 8 كيلومترات هي الحاضرة، هنا التنافس القوي والتحدي المثير نحو خط النهاية لتعلم منصورة هذا الفوز والانتصار. 13 دقيقة 3 ثواني وفاء وتماما وكمالا، تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة لعلي بن يميل الوهيبي. بينما المركز الثاني وصلت اسطورة من هجن الرياسة 13 دقيقة 3 ثواني وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس ايضا لهجن الرياسة، والتهنئة لراشد محمد بالسم المنصوري الهايل من وصلت في المركز الثالث لهجن الرياسة، تهانينا والناموس الثاني ايضا لمبارك بن احمد بن مايد الخيالي، 13 دقيقة 9 ثواني جزئين من الثانية، تهانينا والناموس.